صاحبك علم علي اللي تمسكرت ونقطني. ما تركبش نفسك الغلط يا براء، كفايه كده. خميس مش هيسكت وتعرفه كويس. ومين قال لك يا مزه انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار، عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. تروح تراضي رمانة وترجعها الشغل هنا تاني. عايز اجي المرة الجاية اتفرج عليها. امرني يا باشا، امرني. اخبار الشغل هنا ايه؟ كله تحت السيطرة، شوفيتم معي. مجيلكش في حاجة وحشة يا اخويا. اللي معايا بره ده الدكتور هيمن الهردة. مصدر تقيل قوي في الاستيراد. لنك معاه. هيبقى في شغل كبير قوي انت هتوزعه وحصتك هتبقى الطقطقين. كتير عليا ان اكون خدام ساعتها. طبعا ده في حالة رجوع رمانة. الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون، فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش، هي قالت ما ترجعش، رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا، احسن تتزحلق. انا عايزك تشيلها جوه عينيك، فاهم؟ امرني، امرني يا باشا.
شاطر يا مالت. حل قوي قوي قوي. الله ايدك يا معلم، الله ما يصحش كده يا بنت، ما تفهمنيش غلط. امال انا بس عاوز اوجه صابك على الحتة اللي تعبالي هنا. طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه ليه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا لا، بخيل بخيل. يا بنتي قلت لك بخيل، حد يسمعنا امال. الله. طب كده حلو. ايوه حلو. ايوه. وهنا وهنا الحتة بتوجعني. ايوه كده. الله الله اهو كده. شفتي؟ ايوه حلو قوي. ايوه ما تخافيني كمان، تقومي شوفي شغلك كمان. في ايه بس يا معلم؟ احنا كنا كويسين والله. قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي، سيب راح. ما تسيبها يا حاج، تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك، لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه، افضي سكه انا. تعيط اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالاذن يا سي براء. بالسلامة يا ست. انت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجة، كان عندي مصلحة كده يا طياري. أنا مصلحة دي؟ الله، تكون شهاد كبرت وبشغل حسابك، قول لي على الأقل أفرح لك. حسابي إيه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجة، دي كانت مصلحة كده عالضيق يعني. مش كان في معادي الليلة مع الرجالة عشان المصلحة اللي بجد؟ هي كانت الليلة؟ يا أخويا كانت الليلة والرجالة جم وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني أشوفك كبرهم. خلاص يا حاج، ما حصلش حاجة عندي المرة دي. عندي وعندك دي هناك على القهوة أو في حضن مراتك، إنما الشغل شغل، واللي ما يخافش على أكل عيش وما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم، ما حصلش حاجة، دي أول مرة يعني. والمرة عندي ملهاش تاني ياض. خلاص، أنت مالكش في المصلحة دي. أيوة، ولو عايز تبقى فيها كبيرك، هتاخد يومية أي صبي شغال فيها. إيه اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا ايه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف لازم انت تبقى كبير. الحكايه مش بالكلام يا ابن النوح، ده اخر القول، ومش عاوز اسمع حسك تاني. فهمت؟ فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا، مشي 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 عمري رجلي فين؟ بالراحة بقى، ما تخليش يا خير عشان ما ازعلش. الحقنا يا سي خميس. في مالها رمانة؟ معرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يعني. امها جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش، منهم لله لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. لما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضربة بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت. ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ بالراحة بالراحة. مفيش يا اخويا، شاورت العربية نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟
الدنيا كانت عاتمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك من المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياما اليومين دول. وحياتك عندي لا اجيبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك، وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. اه حلو، شغل ايه الدكتور ده؟ ايه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. طب ارتاحي يا حبيبتي، ارتاحي. أنا مرتاحة وأنا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. ده بقى أحلى حضن في الدنيا، تمد إيدك كده تاخد منها كل اللي أنت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كأنك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كأنك في حتة من الجنة. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبكوا دماغكم. بقول لك يا بيبي، حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. أنا مش مبسوطة، أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض، كله بيقول نفس الكلام. أنا اتخنقت يا لؤي. تعرف ايه اكتر حاجه بحبها فيك؟ ايه يا روحي؟ سكراتي اللي بضمير؟ ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفه. انت الوحيد اللي بقدر اقول له كل حاجه ما اقدرش اقولها اي حد. اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي. انتي في الباي باي خالص. باي 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 باي. زمري 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 باي باي. قالت لك انا حضن الدنيا وطايره فوق كل الدنيا. وكده بقى تبقى دي اول القصيده. النهارده سابي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. افندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت قرتي كده اوعى كده بلا نيله، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح، براء النوح. هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت، اوعى. فكك من كلمتين لحد. اوعى بقى، اوعى سيبيني. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي، ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي اللي هحط العمل الليله.
هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفه ليه؟ عشان تفضل معلقه كل واحده مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحه مش عاجبني حالك. ايوه قاعده كده يا اختي كامره نفسك في الاوضه وفي قميص نوم ومتدفيه زياده. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك، اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه، بس قوم النبي اوعي تقولي لامك وقبره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط وقع في رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخض ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكه، واخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبه هوا 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 عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامه
كرمتي I love you. طبعا مش مراتي يا حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا. طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني انا مش انا. انا مش ليكي انا، مش ليكي انا، انا ليكي انت. شو تعالي عايزاكي. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شو، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده. وحبتين النسوان والسهواكة ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مرة وانا قلتلك بدل المرة اتنين التالتة من غير صوت، في غمضة عين هتبص تلاقي نفسك مرمية في الشارع، فاهمة؟ بالحدمة اللي عليكي. وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجة تظلميني احسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش الشر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولازماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. أنت مقامك أخضر والكل بيتبارك بيه. مقام أخضر؟ فسر. الأحمر المستورد وبالسعر اللي أنت عاوزه. فراولة يا ابني، أنا ماليش في الكيمياء، ما أنت عارف. بس الكيمياء بقت موضة ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده بيخلي البشريه شد حيلها، وحبايه واحده تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح، والراجل البطايه يبقى اسد. انت خاشش المجلس ولا بيت دعاره؟ كيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الاصوات دي ما بتجيش الا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والاهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الارخص؟ لا، انا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. امين. نركي نركي رجعت. طيب يا خلي بالك ومرحوب. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى الحته هنا؟ ده البيئه كلها هيفتكروكي خواجاي ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي. ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي.
بس البيت صغير عليك يا فندينا مش حملك. هنا من امتى؟ قبل الصراحه بشويه. حلوه قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده بطريقه فوتة، دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسباها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوتنا دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، انا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب ابيض غالي من سواد ايامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. يا ما تيجي تعزمنا على حاجه احسن. لا يا لا ما اقصدش كده، بس القهوه ملغمه بعوق. تعال نشرب حاجه عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والميه على حسابي والجوزه فرق. لا لا والقهوه فرق. لا لا والجوزه فرق. لا لا طمني، اخبار افندينا ايه؟ مفيش جديد يا باشا. فضل سهران في الغرزه، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصه، وبعدين روح. انت كنت بتراقبه بالايقاع ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزه؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبه نسوان. اظن انت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. اخبار الاحمر ايه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. امرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان. يا فرحتي، كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى؟ يا باشا أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوه حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه. وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكلة. نفسك كنت نايم كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. أنا تعبان.
تعبانة يا مطر، حاسس ان انا متمزع 100 حتة، مفيش حتة فيها راكبة على بعضيها. كل ما عاوز حاجة الاقي حاجة تانية جوايا بتعافر رفضاها. كل ما اجي ادور الحاجة الاقي حاجة تانية جوايا بتشدني ليها. انا بقيتش فاهم نفسي، حاسس ان انا بقيت كراكيب متكومة في اوضة ضلمة. يوم ما تاخد دار اخوك، يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه وتصلح كل حاجة اتكسرت فيه. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءه شويه وترجع صاحبه العزه والكرامه. بس انا مش راجعه الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطه بالبنط العريض مغلق للصيانه لعدم وجود رمانه نجمه المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمه من غير طلتك علينا؟ والطله اللي انت قاطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى ارتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي تربعها على النفوخ. هو عمل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر. الحوار ده ما حدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عرف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. أنا ما يعجبنيش الشغل ده. أنتوا ليه مش مقدرين المهمة القومية اللي إحنا عايشين علشانها؟ فالحين بس آخر الأسبوع كل واحد يمد إيده عايز يقفش الألمونيا. راعوا ضميركوا شوية. شلبي. ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاة الضمير صفحة. فندينا. كلمة يلا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا.
هنا وسط صبيانك، هدفنك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطعوا امنا امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم عليه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براء نوح ورجلت. براء نوح. لله السلامه.